الظهرية المعدلة والبيئة المصخمة والشوارع العوجة والوطن المفلش بالظهرية. مرن بالظهرية، راح للتمرين، أغراض بيدي وجنا طوعاني يقول مسافر مهجولين. طبعا أتعس شغلات تسويها بالحياة، إنه من يتعلق الواحد بالتواصل الاجتماعي أو وين ما كان يتجاهلك. وأتعس شغلة بالحياة، تحب بنية وتضحي من أجلها بالغالي والنفيس وبعدين تتجاهلك تضربك بوري. وأتعس شغلة بالحياة تسويها، قدم مساعدة لواحد أي شخص، شخص معين، وبالنهاية يفشلك ويا العالم ويضربك بوري ويخليك عرضة للأجواء الكلامية. وأتعس شغلة بالحياة ثق بإنسان وهو من بداية النهاية فاشل وفارغ. وأتعس شغلة بالحياة إنه تعيش ببيئة بنص بشر ما يفتهموك وما يعرفون المدى اللي انت واصل له بالعبقرية. وأتعس شغلة بالحياة انه الله خلق العرب، اخ العرب دمهم حار، عصبيين، ما يتفاهمون، ياخذون الامور دائما كل جدية على 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 قد عقولهم، ما يعطون مجال لغيرهم. ومع التحيات للجميع وبهالظهرية المصخمة وهالبيئة التعيسة ومنطقة مهجورة، وبس أنا بيها تقول أرض الزومبي قدامكم. باي باي.